ممكن يكون حل من ضمن الحلول، اسمحي لي يعني ان انا ممكن اكون بتخيل يعني، ان النساء تنزل تعمل مليونيه مثلا. ممكن، بس يعني شوف، لما ممكن، بس ده مش هيحل، مش هيحل، مش هيحل ما لوحده فيش حد يعني. هيسمحهم يعني. ده هي عملية متكاملة، منظومة، مش إجراء واحد، ومش إجراء على المدى القريب بس، عايز استراتيجية طويلة المدى يتعاون فيها المجتمع كله، المجتمع الديمقراطي على الأقل، لأن احنا عارفين إن في قوة ترى أن المكان الحقيقي للمرأة هو خلف النقاب أو في البيت. لكن كمان عايزة أقول فإحنا لحضرتك، عايزين المجتمع الديمقراطي كله ينشغل بقضية المرأة، لأنها عنوان على مدى تقدم البلد. إنه كمان في بعض القيادات السياسية من رأيها بتقول إنه ده مش الوقت المناسب للمطالبة بحقوق المرأة، لأنه البلد عندها مشاكل كتير جدا بتواجهها. هذه مقولة مضللة بصراحة، لأنه يعني إيه الوقت الملائم؟ يعني إيه طب الوقت إمتى الوقت الملائم؟ الملائم أو الوقت المناسب؟ إمتى الوقت الملائم؟ سنة 51 لما عيشة راتب قدمت لمجلس الدولة وقالوا لها أصله مش ملائم. طب في دلوقتي عشرات الآلاف من البنات اتخرجوا من كليات الحقوق، وبينهم مئات متخرجين بامتياز، ومن حقهم انهم يدخلوا القضاء. احنا البلد العربي الوحيد في البلدان اللي فيها مؤسسات اللي لسه بيعارض وجود قاضية. النائب العام في سوريا امرأة. ده بالظبط. القضاء قدروا ان هم في يعدونا السودان في الحتة دي، رغم ان احنا المفروض تبقى عندنا ريادة في القصة ما دي فيش حاجة بالتحديد اسمها يعني. وقت ملائم. كل الاوقات ملائمة ما دامت المشكلات جوهرية، لأن قضية المرأة هي إحدى القضايا الجوهرية التي تدل على مدى تقدم المجتمع أو تأخره. تمام. ليه ما بنسمعش مثلا أصوات بتقول إنه مثلا في الإخوان المسلمين أو في السلفيين أو في الإسلاميين بشكل عام، نعم، ليه دايما المرأة ما بنسمع لهاش صوت؟ لأن هي دي الفلسفة بتاعتهم، هي فلسفتهم يعني دايما الأساسية دايما حضرتك مبنية دايما حضرتك على أن المرأة كائن من الدرجة الثانية، وهو عورة ولا بد من إخفائه. يعني هم مضطرين تحت ضغط الحياة الحديثة، تحت ضغط التقدم الاجتماعي، وتحت ضغط الحركة النسائية، أنهم يقولوا أيوة هنرشح نساء، بس هيرشح النساء وهو برنامجه، البرنامج بتاع الإخوان المسلمين بيقول لك الولاية الكبرى لا تجوز لا للنساء ولا للمسيحيين. يعني وفي التفسير بقى المتزمت قوي، يعني الولاية الكبرى دي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزارة. في التفسير المتزمت قوي يقول لك المرأة لا ترأس رجلا. يعني في بعض كتابهم ومفكريهم بيقولوا كده. فهي دي الفلسفة بتاعتهم، هي المرأة كائن أدنى لابد من إخفائه والوصاية عليه، المرأة دي الأم ووصاية والأخت الأب أو والزوجة. الأخ أو الابن أو إلى آخره. طب هل الانتخابات بنظام القائمة النسبية هل ده ممكن يفيد في تواجد في ضوء في تواجد إذا اشترطت القائمة النسبية؟ شوفي في بلدان أوروبا الشمالية في 40% و50% للنساء. آخر حاجة حصلت في النرويج من كذا سنة إنه اشترطوا على القطاع الخاص أن يتضمن مجالس إدارات القطاع الخاص 40% على الأقل للنساء، وطبعا القطاع العام والحكومي في اكتر من 40% للنساء. البرلمانات كلها في شمال اوروبا اللي هي دايما الاسكندنافيا، السويد والدنمارك والنرويج، اللي هي البلاد اللي دايما نقدمها كنموذج للتقدم المتكامل، في هذه البلدان 50% في البرلمان او اقل قليلا للنساء عن طريق القائمه. القائمة الملزمة، يعني احنا لما بنقول 30% على الأقل للنساء و 30% على الأقل للرجال يعني ملزمة. صحيح. يعني ما يبقاش 70% أكتر من 70% نساء ولا أكتر من 70% رجال. تمام. الكاتبة الصحفية فريدة نقاش، رئيس تحرير جريدة الأهالي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، نورتينا، وزي ما دايما بقول نورت كمان عقولنا.
ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. كل سنة وانتم طيبين والمشاهدين. وهنقعد نتفرج ونشوف ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية. ومش هنسيبهم. مش اخر المطاف. هذه الانتخابات ليست اخر المطاف. تمام. مشاهدين هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية لفقرة النادي الزمالك. طبعا النهاردة المئوية بتاعته، وكل سنة هو طيب، وان شاء الله هنتكلم عن تفاصيل كتير جدا في الفقرة اللي جاية. خليكم معانا.